جميل محمود حاطط رجله وتلمس في اكرم وبره الملعب اوت. الحقيقه الفرقتين نديهم حقهم، نادي الزمالك ونادي البلديه، الفرقتين صحاب، احلى واقوى عروض السنه دي في موسم 92. اتلعبت على طول الاوت للبلديه واوفر جوه المنطقه، انما طالع على طول حسين السيد وماسك وعلى مهل. رجع حسين السيد للمنتخب، بنهنيه طبعا هو وعصام مرعي وكل اللعيبه الثانيه الصاعدين، محمد يوسف واحمد فاروق، لعيبه كتار قوي. نتمنى ان شاء الله ان المنتخب يستفيد من مجهودهم. وادي لعبه طويله لقدام عند اكرم، انما اشرف قاسم مصفر حسين علي موسى، مدي فاول وانذار، انذار لحسين السيد وفاول على الزمالك. 1-0 للزمالك، وعلى ساعتي 10 دقايق واللعبه تانيه اهي. طالع حسين وفاول. انذار لحسين السيد. واقول لحضراتكم احتياط الفرقتين، البلديه احمد جوده، السيد شبلي وناصر النني ورأفت عنتر ومحمد سمير، والزمالك نادر السيد وتامر عبد الحميد، وليد معاذ، مصطفى نجم، وجمال عبد الحميد. شايف انا هيلعب احمد فاروق، هيلعب الفاول للبلديه، وزي ما حضراتكم شايفين معايا حيطه من لعيبه نادي الزمالك، واتلعبت على طول جول. جول هو الجول احمد فاروق، 1-1. ركنت على شمال حسين السيد، احمد فاروق بعد 11 دقيقه، 1-1 احمد فاروق. تاني اللعبه اهي، بيركن احمد فاروق على شمال حسين في حته صعبه ملعوبه بحرفنه الحقيقه، 1-1. بقول لحضراتكم فرقتين بيقدموا كوره كويسه قوي، وانا اعتقد اننا هنشوف اجوال.